طيب نرجع للشريف مرة تانية، اتفضل يا شريف طمنا بشكل نهائي على إصابة محمد محمود، اتفضل. طمنك زميل أمير إن الإصابة الجديدة طبعا في القدم اليسرى، والإصابة القديمة كانت في القدم اليمنى. من يعني سؤالي وإلحاحي عليه علشان أطمئن عليه، بإذن الله خفيفة، بإذن الله الرباط الخلفي للركبة والرباط الأمامي للركبة بإذن الله سلام، ما فيهمش حاجة، القصة كلها مش هتخرج ما بين كتمة بسيطة جدا أو خبطة بسيطة جدا. هو كان في اشتراك يا شريف؟ لا ما كانش في اشتراك، هو لوحده ما قدرش يحمل على رجليه. صحيح. فحس على طول بوجع، فوقف على طول وانصدع واتكشف عليه بشكل مبدئي. الحمد لله يعني باذن الله، باذن الله الرباط الخلفي والرباط الامامي باذن الله سلام، وباذن الله بعد طوله لا تصدر كمان ساعات، اعتقد كمان ساعات باذن الله هيكون نتيجه مطمئنه. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، اصابه محمد محمود باذن الله اصابه خفيفه، مفيش الكلام اللي بيوسع الشغل ده كله خالص، الدنيا سهله باذن الله. طب الحمد لله، انا بشكرك يا شيف، شكرا جزيلا شيف شعبان رئيس قناه الاهلي.